بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. السلام عليكم پیارے بھائی اور بہنوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج یہ چھوٹا بچہ ہمیں سنائے گا درود شریف. دیکھتے ہیں اس نے یاد کیا ہے یا اس کو یاد ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما شاء الله. تو اب ہمیں یہ ایک سورہ سنائے گی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ما شاء الله.